خلينا نروح لمعالي السفير المصري في جنوب افريقيا السفير شريف عيسى. سيد سفير ازي حضرتك يا فندم؟ مساء الخير كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم. يعني طبعا كالعاده دايما السفاره المصريه وخصوصا في جنوب افريقيا الحقيقه دائما ما تلبي كل رغبات النادي الاهلي وكل الانديه المصريه كالعاده الحقيقه. سيد سفير بالظبط كابتن اسلام، والله اولا يعني اسمح لي في الاول اهني فريق النادي الاهلي بادائه امبارح وبالفوز بالمباراه امس، وتقدمي كمان لو تسمح لي برضو كمان اهني فريق الزمالك لان احنا طبعا يا فندم طبعا طبعا فان شاء الله يا رب بالتوفيق للفرقتين. ولكن هنرجع للنادي الاهلي تاني، النادي الاهلي ادى اداء عظيم امبارح وان شاء الله دي بدايه موفقه جدا للجوله الاولى من المباراه، الجوله الثانيه ان شاء الله تنتهي على خير ويتاهل النادي الاهلي ان شاء الله. استعدادات السفاره لاستقبال النادي الاهلي يا فندم؟ اقول لحضرتك احنا النهارده صباحا الفجر كنا في استقبال الكابتن سمير عدلي، وصل بالسلامه الى جنوب افريقيا. ايوه السفاره استقبلته بالفعل وتم دخل الفندق ومنه الى ملعب المباراه وملعب التدريب، واتاكدنا مع الجهه المنظمه والنادي المستضيف سان داونز بترتيب الاستقبال بكره الصبح ان شاء الله فجرا للبعثه، بعثه النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب ان شاء الله. عندنا اجتماع يوم الثلاث مع الجهات الامنيه علشان ترتيب تامين المباراه كامله يوم المباراه، واما الترتيبات لتامين الانتقال للفريق خلال التدريبات فهي تم الاتفاق عليها وان شاء الله تمشي الامور على كل خير ويشرفنا النادي الاهلي كما يفعل دائما ان شاء الله. سيد سفير احنا متعودين يعني ما كنا بنسافر جنوب افريقيا او في اي بلد افريقي الحقيقه دايما الدبلوماسيه المصريه متمثله في كل سفرائنا الحقيقه بتؤدي دورها على اكمل وجه. عايزين بقى شويه ملوخيه كده وشويه للعيبه. طبعا النادي الاهلي هيبقى سعيدين ويعني ان شاء الله نرجع دكتور ان شاء الله. ان شاء الله يا سيد سفير. سيد سفير برضو ردود الافعال بعد فوز النادي الاهلي امبارح في جنوب افريقيا، هل حضراتكم رصدتوا ردود الافعال؟ والله يا فندم احنا من خلال متابعه الصحف الجنوب افريقيه طبعا هم امبارح قالوا انه يعني الجوله الاولانيه دايما يعني بالنسبه لهم ان هي افضل ما كانت في مصر حتى تعد سان داونز لجوله الاعاده، وهم بيحاولوا يغشوا روح التفاؤل. يمكن برضه من احد المظاهر ان هم هيلعبوا المباراه في نفس الملعب بتاع العام الماضي رغبه يعني في تسجيل الاهلي، ولكن انا اعتقد ان لعيبه الاهلي اللي احنا شفناها امبارح وقياده الكابتن محمود الخطيب للبعثه النادي الاهلي هي شيء مختلف تماما عن العام الماضي. الاداء والروح والنظره حتى زي ما حضرتك اتفضلت وقلت نظره اللعيبه والمدرب حتى الجنوب افريقي للنادي الاهلي مختلفه تماما. ايوه انا اعتقد ان كل دي من الحروب النفسيه زي ما حضرتك عارف. طبعا. لكن انا عندي ثقه كبيره جدا جدا ان شاء الله هذا العام سيكون مختلف تماما ويكون اداء النادي الاهلي على مستوى مختلف ويرجع ان شاء الله متاهل تماما ان شاء الله. هم اخصائيين الحقيقه في موضوع الحروب النفسيه ده، تنويم مغناطيسي زي ما حضرتك عارف طبعا كبير جدا من بيتسو موسيماني، لكن هل التذاكر تم طرحها وهل عاملين تذاكر مجانيه يا فندم ولا لسه لم يصدر الامر؟ هو لا طبعا طرحوا التذاكر يا فندم، طرحوا التذاكر بدايه يوم السبت الماضي اللي هو اول امبارح. الاقبال حسب ما انا بسمع من طبعا من يعني مصادرنا هنا في جنوب افريقيا في اقبال كبير جدا، هو النادي نادي شعبي جدا ونادي يعني بيحظى بشعبيه كبيره في جنوب افريقيا. الملعب الاستاد مش كبير يعني ساعته تقريبا 25,000 فهيبقى سهل ان هو يتم ملئه من جانب جمهور جنوب افريقيا. هو عارف سيادتك طبعا وحضرتك كابتن اسلام استاذنا في هذا الامر من خلال تجاربك في افريقيا، الحشد الجماهير طبعا استخدام الموسيقى والعزف على الالات والطبله بيبقى امر عشان يثير الخوف في نفوس اللعيبه. لكن تاني بقول لحضرتك والله ما هي مجامله، ولكن نظره لعيبه النادي الاهلي امبارح والراحه اللي على وجوههم بتدل ان هم جايين بثقه كبيره جدا في الاداء ان شاء الله. بعض الصحف المصريه اكدت على دخول جماهير سان داونز مجانا، هل ده صحيح ولا لا؟ والله انا ما عنديش هذه المعلومه، طب عايز اقول معلومه ما تكونش مؤكده.
لسه مش واضح يعني. كانت في مداخله اخرى انا هبلغ سيادتك. ما هو حضرتك بقى هتتعب معانا الاسبوع ده بالكامل اعتقد، ولكن اولا شرف لينا ان حضرتك تكون معانا دائما على الهواء خلال الفتره القادمه، واحنا دايما متاكدين من الدبلوماسيه المصريه متمثله في حضرتك. يعني حاله الطقس يا فندم عامله ايه في جنوب افريقيا؟ امبارح كان في مطره، بس انا شايف ان الاسبوع القادم ان شاء الله يمكن يبقى في امطار في يوم واحد من التدريب، ولكن يوم الماتش حتى الان وفقا للاحوال الجويه هيبقى ما فيش امطار ان شاء الله. ارضيه الملعب يا فندم زي ما هي جيده ولا في تغير حصل في ارضيه الملعب؟ لا، هي نفس الارضيه بتاعت العام الماضي، وانا اعتقد انها تعتبر من يعني من الملاعب اللي نقدر نقول عليها حالتها جيده، مش عايز اقول ممتازه، مش على مستوى جيد جدا، ولكن هي جيده ولن تكون مثل الملاعب الافريقيه مثل الملاعب الاخرى. مظبوط. فندق الاقامه بيبعد قد ايه عن الملعب المباراه؟ لا يزيد عن 15 دقيقه كابتن، لان هم نازلين في فندق يعني مديره مواطن مصري كويس جدا رائع بالجاليه المصريه، باهتمام كبير جدا جدا بالبعثه من اول من الشهر اللي فات واحنا مهتمين. هل من الممكن ان نرى بعض من الجاليه المصريه متواجد في هذه المباراه يا فندم ولا لا؟ طبعا طبعا يا فندم، ان شاء الله هتشوف اعلام مصر مرفوعه، وفي ناس كانت من القاهره جايين مع بعثه النادي الاهلي سواء على نفس الطائره، يمكن الطائره هتبقى يعني مبدوء المره دي الفريقين جايين مع بعض. مظبوط. ولكن ان شاء الله الجمهور المصري سواء المقيم هنا او اللي جاي من مصر يتواجد بشكل كبير في الملعب ان شاء الله. يا رب يا فندم. اولا انا بشكر حضرتك جدا، وشرف لينا ان حضرتك تكون معانا على الهواء مباشره، وطبعا هنتعبك طول الاسبوع ده، ولكن دائما الجمهور المصري وجمهور النادي الاهلي الحقيقه ينتظر من حضرتك كل التطمينات خلال الفتره القادمه ان شاء الله. احنا موجودين يا فندم ان شاء الله، ونطمن سيادتك على الفرقه اول باول، وان شاء الله بمجرد وصول يعني كابتن محمود الخطيب بكره هنبقى معاه، وتلفزيون الاهلي جاي معاهم، وفي صحافه طبعا واعلام، فاحنا هنطمنكم في كل وقت ان شاء الله. سيد سفينة أنا بشكر حضرتك جدا، وأنا متأكد الحقيقة ومش أنا لوحدي، كل الشعب المصري متأكد من أن السفارة في جنوب أفريقيا كالعادة هتقوم بدورها في كل الأمور، فبشكرك شكرا جزيلا يا فندم.